إبليس ضعيف أي نعم وإحنا اللي ساعدناه. الشيطان عدو لنا مبين كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا العدو لا يكل ولا يمل أبدا من إضلالنا وإغوائنا وإبعادنا عن ربنا سبحانه وتعالى. الزوج قاعد في البيت في حد رقم غريب اتصل على الزوجة، بص خد بالك ما انتش ملاحظ ان الرقم ده بيتصل كتير، لا لا خد بالك شوفها بقى بتعمل ايه من وراك. وهكذا إساءة الظن الدائم حيلة الشيطان الكبرى. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه. مشكلة الصغير ان صاحبها لا يتوب منها، هي دي المشكلة. ممكن الكبيرة يصاحبها توبة وانكسار قلب فيغفرها الله سبحانه وتعالى. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الشيطان لينا عدو، فانا لازم افهم كويس جدا ايه الاسلحة اللي بيستخدمها، لازم افهم كويس جدا ازاي احارب هذا الشيطان، ازاي افهم كويس جدا ايه المعركة بدايتها ايه ونهايتها ايه. وده اللي هنحاول باذن الله تبارك وتعالى ان احنا نفصل فيه الكلام من خلال هذا البرنامج الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. سفينه النجاة يرسو بها الدعاء، سفينه النجاة للدين والحياه.